هضر لينا على التجاره في المغرب، تشري وتبيع في المغرب نيت. تتهضر على كاش اون ديليفري. الكاش اون ديليفري هو واحد المجال اللي كيعتمد على انك كتجيب سلعه، كتمشي تقلب على الجماله اللي كيبيعوا هذيك السلعه. طبيعه الحال هذيك السلعه اللي غادي تبغي انت تختار، خاص هذه السلعه اللي غادي تختار خاصك تكون واحد النيش. يعني مثلا انت كتشوف واحد السلعه وكتعرف شنو هي لا نيش اللي غتبيع ليها، متفقين؟ يعني باغ اكزومبل غادي تشري مثلا مولينيكس، خاصك تعرف لمن تبيع المولينيكس، فهمتي؟ الو مزيان. هذيك المولينيكس مثلا اللي غادي تشري خاص تكونوا فيها شي حوايج اللي غادي يبيعوا راسهم. يعني هنا كنهضروا على لانيش. يعني كتلقى لانيش كتمشي تقلب على الجماله، كتشد منها ونقوم هذيك السلعه، كدير لها اشهار في فيسبوك. ملي غدير لها اشهار في فيسبوك غادي يجيو الناس يتقداوها، غادي تصيفطها ليهم وغادي تخلص. غتخلص عليها. هذه هي نوعا ما كاش اون ديليفري اون جينيرال. بالديتاي ما يمكنش ليا ندير لك الديتاي في لايف، ولكن غادي نقول لك ان السر في هذا العمل كيرتكز على بزاف ديال النقاط. كيرتكز اولا على البروداكت، كيرتكز على منين غتجيب هذيك السلعه، حتى هي هذاك مجال بوحدو. يعني ماشي فيه الاقوال، منين غتجيب السلعه فيها الاقوال، منين غتجيب السلعه فيها الاقوال. الطريقه باش غدير الاشهار فيها الاقوال، يعني خصك تكون واعر الا بغيتي يعني تربح. والكاش يعني اون ديليفري، داك ترانزيت، ماشي ترانزيت، داك اللي بغا يدير لك الليفرور، حتى هو فيها الاقوال. يعني حتى هي فيها الاقوال، يعني كاع هادشي فيها الاقوال. يعني هاد العباد هادو خصهم لي بتي ديتاي كيلعبوا الدور. لي بتي ديتاي، ها تقول لك البتي ديتاي، ماشي شي حاجه اللي فريمون هكا كتلعب الدور. طريقة استرداد السلعة من الصين خويا امين، والامبورتاسيون ديال لاشين اخويا عماد، هذا موضوع حتى هو كبير اخويا. اولا خصك تكون عندك شركة باش دير. ها واحد سميتو عماد، علاه كلشي كيهضر على هذا السوجي؟ واحد السوجي ديال الساعة دابا الناس تيسمعوا على لامبورتاسيون من لاشين، تيسمعوا على كاشون ديليفري. قلت لك اخويا الاستيراد هذا مجال اخر، ومجال حتى هو لا يخلو من 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 بزاف ديال لي زاستيس، و تيخصك يكون عندك فيه معارف باش تكونوا واضحين في هذه المساله هذه. تيخصك يكون عندك معارف. بالنسبه للامبورتاسيون ديال لاشين اخويا، طريقه الاسترداد السلعه تيخص يكون عندك شركه، لان هذه الشركه هي باش غادي تخرج الفلوس لبرا، وهي باش غادي تدخل السلعه. و تيخصك ان بون ترانزيتير، كون شي ترانزيتير واعر، لان الترانزيتير اخويا هو اللي كيلعب الدور في الديوانه، هو اللي كيلعب الدور في عدم الخساره ديالك. يعني الا اختاريتي ليا واحد ترانزيتير اللي مشى خلى لك مثلا سلعتك غير نهار في المرسى، تخربات عليك اولدي. يعني راه ترانزيتير خص يكون شي واحد اللي فريمون عنده سميتو في السوق ومعروف. ايوا هادشي اللي كاين، هادشي اللي نقدر نقول لك اخويا زعما بيعوا جاله في اللايف.